أنواع الموظفين ثلاثة إيه؟ بالنسبة لي أنا يختلفون العالم فيها، أنا أصنفهم ثلاثة، في واحد اسمه حجر له، واحد اسمه إذا كنت، واحد اسمه الرحاية، ما يختلف عن الثلاثة هذه. أوكي. حجر له هذا الموظف اللي تعطيه المهمة وتجيب بعد أسبوعين تقول إيش صار، يقول يا أخي اتصلت وما رد. طيب وبعدين شو أسوي لك، أنا اتصلت عليه رسبته إيميل ما رد، أحرجك حجر لك، المهمة ما انتهت. حجر له هذا لازم تتابعه كثير وتفهمه وتقول له ترى أنا ما يكفيني أنك تتصل، لازم تسوي كذا، لازم ترجع لي، لازم كذا، تتعب معه شوي يا يتعدل يا عاد شوف يمكن يتناسب مع غيره ما يتناسب معك. هذا حجر له، وهذا من الناس اللي أنا ما أحبهم صراحة وأتعب معهم، أبذل معهم جهد لكن في الأخير ما أحبهم. في الثاني أروع نوع، إذا كنت في أمر مرسلة فارسل حكيما ولا توصيه، تعطيه المهمة ونم، يروح يمين يروح يسار يطلع ينزل يذبح نفسه لين يجيب لك إياها خالصة ويرجع يقول لك ترى ما لقيت أحد. هذا أجمل موظف، هذا أجمل موظف، وإذا جاء كثر منه، ونادر يعني ما يجون كثيرين، ومع التدريب يحصل. النوع الثالث المسكين اللي اسمه الرحاية، تعرف الرحاية اللي تدور كذا يدور في مكان مساكين، هذا يبذل جهد كبير، يبذل جهد كبير في مكان غلط، هذا مشكلته، يبذل جهد كبير في مكان غلط، لازم كل شوي ترجع وتقول ها لا اطلع من هنا روح هناك، إذا روح من هناك روح هناك، هذا الرحاية. فالموظفين بالنسبة لي ثلاثة أنواع، الأول والثالث يعالج، الثاني إذا جاك مسكوا بيدي.